اهلا وسهلا ومرحبا، مرحبا بكم في فيديو ديالنا الجديد اللي غيكون الفيديو الثاني في السلسله ديال الجليبات على ذواق المعلم العشاق، كل ما هو جديد وتكستيلات جدادين، ذواقه جداد وتنسيقات الالوان جديده. الفيديو غادي يعجبكم بزاف، فما عليكم الا تتبعوا الفيديو من الاول حتى للتالي وتشوفوا لي هذا الجمال المغربي والاناقه المغربيه. فالجليبات ديالنا عندنا فيهم موديلات كيحمقوا، ذواقات جدادين، تنسيقات الالوان مع الزويقات، داكشي غزال ديال الهبال. نخليكم تشوفوا لي الفيديو وتشوفوا لي الاناقه ديالو. زواق المعلم كما كنعرفوا كاملين محبوب للجماهير، فما كاينش اللي ما كيعجبو زواق المعلم، يا خفيف ولا ثقيل كيف ما كان كيجي غزال. كنعرفوا الناس قول الالوان كيف ما كنقول لكم دائما. انا بغيتكم تشوفوا لي هذا الجمال وهذا الاناقه وهذا التنسيق، الخدمه اللون في اللون ما نحتاجوش نشكروها، راه كتشكر راسها. زدنا الالوان فهما كذلك كيزيدوا واحد الاناقه وواحد الجمال يا الجلبه ديالنا. تشكيلات جد جد رائعه اللي غيعجبوكم. الزواقات كيف ما ذكرت لكم في اول فيديو، زواقات جدادين متولين، يا الخفيف ولا الثقيل داكشي كيبقى حسب الذوق. فبغيت نستغل الفرصه اني نهضر معكم في واحد الموضوع اللي مهم جدا، موضوع على الجلبه ديالنا المغربيه. كما كنعرفوا الجلابه المغربيه معروفه بالاناقه ديالها، بالتاويل ديالها، بالخديمه ديالها، والسفيفه تبارك الله، العقيدات كنزاد عليهم اضافات وكنقصوا عليهم كنقصوا اضافات، فهكا باش كيعطينا واحد المزيج اللي راقي، واحد اللوحه اللي زوينه، جلابه تقليديه على حقها وطريقه تلزنا، واحد اللمسات عصريه فما فيها بس كنزيدو لمسات عصريه باش كنزيدو نبينو بواحد لي ديكوب اللي كنزيدو نبينو بيه داك الجلبه وديك الخديمه كتزيدها جماليه. ولكن الحاجه اللي لاحظت ما عجبتنيش هو الجلابه، ان ولينا كنقصوا لها من ديك القيمه ديالها، ولات الجلابه غير كطرق ما كتزاد عليها حتى شي حاجه وتبقى كتسمى جلبه. فالصراحه هذا الشيء ممكن نقولو كسيوه واخا، ولكن جلابة راه كتبقى جلابة على حقها وطريقها. وكنظن انكم كاملين غتكونوا معايا في هاد الرأي هذا. جديد بس بقى كيف ما هي، بالتاويل ديالها، بالخدمة ديالها، زدنا ولا نقصنا عليها شي حاجة نخليه بعد الاساسي اللي فيها، وعاد ديك الساعات نتفننوا فيها ونبدعوا. ولكن باش تولي جلابة غير مطرقة، انا كتجيني زعما ما تقدروش نسميوها جلابه، ولا ما نديرولهاش بتاع القب، ولا حتى الا درنا القب نسميوها كسيوه. فكاين اللي لاحظت بعد الناس الله يهديهم كيحطوا على اساس راها جلابه، كيقول لك جلابه المغربيه وما فيها لا خدمه لا والو، مطرقه جلابه عاديه ما زايد فيها لا عقيدات لا والو، خصوصا ديال البرد. جلابات ديال البرد كما كنعرفوا داك التوب اللي كيكون غليظ، شانيل ولا تويد، المهم داك التوابات اللي غلاضين، فاغلبيه كنلقاوهم حاطه زعما اللي انا صادفت كنلقى حاطين فيديو مثلا حاطين فيه جلابه عاديه. فصراحه هادشي تيضر في الخاطر، ماشي نقولوا جلابه كسيوه مخيطه عادي مطرقه وتيقولوا هادي راه جلابه. فالجلابه تبقى بديك النخوه ديالها، بديك التاويل ديالها، بداك التنسيق، راه كتجي زعما شي حاجه اللي نفتخروا بها. وفي ما تلبست الجلابه كتجي عاطيه تبارك الله. انا شخصيا كنعرف وعندي كليانات اللي حضروا بالجلابه في ندوات، عرفتي تبارك الله كي كتجي مضويه وكي كتجي طلع النبي باينه. فعافاكم هاد النقطه، ضروري بغيتكم تردوا لها البال وتخليوا ديك الجليبه نشوفوها كيف ما زمان كنخرجوا كنشوفوا تبارك الله الجلال بغي منتشرين، ماشي تبدا تتقلال. حتى لاحظنا حتى دابا داك الجلابه كيف ما كان الاقبال عليها في الاول ما بقاش، اغلبيه كيقول لبس غير كسيوه بركه عليا، ولا خليكم مغربيه حرات بداك اللباس التقليدي، بداك التاويل، بديك ديك النخوه. فراه الصراحه راه لا مثيل لها بزاف، يعني عالميا كاين يعني لفتات الانتباه من ناحيه ديال التكيشطات ديالنا، القفيطنات ديالنا والنخوه ديالنا. فهذا هو الموضوع اللي بغيت نشارك معاكم، وكنتمنى حتى نتوما تشاركوا معايا في هذا الموضوع وتعطوني الراي ديالكم. خليوا لي في التعاليق شنو بالكم هاد الظاهره اللي زعما ولات مؤخرا، ما كانتش شحال هذه صراحه، هي مؤخرا اللي كتبان، شنو بالكم في هذا الشيء، يعني شنو الراي ديالكم، واش حتى نتوما بحال الراي ديالي ولا عندكم راي اخر. فدابا نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو الجليبه.
زواق المعلم كيتخدم باليد ولا بالماكينة ولا بالكمبيوتر، بثلاثة بيهم. هادو بثلاثة بيهم كانوا مسقونين، راه كيجيو روعة. طبيعة الحال اليد لا يعلى عليها، كتبقى هي راس السوق، ولكن حتى الماكينة ولا الكمبيوتر إلا كان متقون خدمة زوينة راه كيجي يا سلام. ففي هذا الفيديو راه شاركت معاكم بزاف ديال الأنواع، لا الماكينة ولا الكمبيوتر ولا اليد، باش تاخدوا فكرة عامة وتشوفوا كيفاش كتجي الخدمة متولة، إلا كانت خدمة متقونة على حقها طريقة، ماشي خدمة سواقية ولا شي حاجة مدربزة ولا ديك الخدمة الغليظة. فصراحة ما تتعجبنيش، كيعجبني خدمة تكون على حقها هكا، داك الزواقة متولة صغيرة كتجي حتى في الشوفة حليلوة. وانتو مش كيبالكم في هادشي ياك ما زدت فيه، وان شاء الله نتكاملي لغا تكونوا انتم عندكم نفس الرأي. ما كاين ما احسن الحاجة المتولة اللي على حقها وطريقها. الالوان ديال هاد الموسم هذا راه الوان ما شاء الله لونتين السيفلون، فكيف ما تعودتوا تسمعوا دائما من عندي هو اللي اختاروا اللون اللي غيناسبنا، نشوفوا اللون اللي غيناسبنا شنو نقدروا ننسقوا معاه ونتكلوا على الله. اللوينات التدريج ديال الالوان، مثلا لشفتوا الموف غامق وخدمناه بالموف الفاتح ديالو كيجي يا سلام، و الا كان العكس عاوتاني كيجي نخوى. فالتدريج ديال الالوان راه تيجي خطير في الخدمه، الا حرتو كاع باش تخيطوا داك الجديلبه ولا شنو تناسقوا معاها، نديروا غير المغلوق ديال الثوب اولا المفتوح ديالو كيجي يا سلام. بغيت نبين داك الخدمه راني غندير في المغلوق، بقيت شي حاجه غير راه كندير في المفتوح. فكنتمنى ان شاء الله النصائح ديالنا ينالوا الاعجاب ديالكم ويفيدوكم، كنتمنى ان شاء الله تكون الافاده هاد الفيديوهات. كان شي حاجة ولا عندكم شي رأي ولا شي حاجة بغيتو تعلقوا عليها ولا عندكم شي طلب زعما كيما مولفين كتواصلوا معايا، مرحبا على راسي وعيني، انا غير امره وانا على راسي وعيني اي حاجه بغيتوها. ان شاء الله مازال في زواق المعلم راه غيكونوا فيديوهات، وان شاء الله حتى البرشمان سولتوني عليه بزاف، وحتى هو البرشمان تبارك الله كيبقى حتى هو من الخدمات اللي كيجيو متولين هماويين، خصوصا الا كانت الخدمه باليد. البرشمان راه قديم وقديم بزاف، كنعرف انا كنعقلو الا كنتو نتوما كتعقلوا كدوزوا من حدا شي خياط ولا وكتلقاوه كيخدم داك البرشمان بديك الطريقه ديالو، يا سلام كنبقاو غاديين وكحالين فمنا كنشوفوا ديك الخديمه على حقها. كنبقى نقول انا هي السؤال اللي كان كيجيني في بالي، كنقول غير شحال المده باش كيسالي ديك الجله مع كيخدم غيب التوي ولات عليه، فكنقول راه كيشد فيها وتبارك الله ما شاء الله كانوا كيطلعوا من يديهم الدب، والحمد لله مازال ديك الصنعه راه توارثات من جد لجد. فكما وضحت لكم ان شاء الله غيكون على البرشمان، غيكون على الطرز الرباطي، الطرز الرباطي اللي بزاف خرجوا فيه موديلات وشكيلات فني تنسيقات داكشي ديال الهبال، يعني راه موديلتين سيف موديل ان شاء الله راه غيكونوا موديلات اللي غادي يعجبوكم ديال الفريع. فما عليكم الا تتبعوا القناة، خليكم تتبعوا القناة، تفعلوا الجرس باش فاش يكون شي جديد يوصلكم نتوما الاولين. ودابا ما عليا غير نشكركم ونقول لكم شكرا 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 بزاف لهلا خطيكم، شكرا على الكلام الطيب ديالكم وعلى التشجيع على الكلام الحلو وعلى الهضيره الزوينه ديالكم، الدعوات الطيبه نتمنى ربي يعطيكم اضعاف ما تتمنوا. لهلا خطيكم شكرا بزاف، وان شاء الله انا ما تتسالوني الا نجيب لكم داكشي غير المتول الغزال، داكشي اللي كيحب الخاطر، فهذا جهدي عليكم. وانتوما ما عليكم باش تشجعوني غير تعطيوني الدعوات الزوينين ديالكم والكلام الطيب، التواصل ديالكم الدائم معايا كيفرحني بزاف وكيخليني نزيد نعطي اكثر واكثر، وكذلك الدعم ديالكم للقناه فطبيعه الحال باش كتكون استمراريه. الا كان الدعم فراه كيعطي الحماس اننا نستمر اكثر، ملي ما تيكونش الدعم فكنقول ربما داكشي اللي كنقدمه للناس راه ما كيفيدهمش، ربما ما كي زعما يزيدهم حتى اضافه، فهذا هو الفرق اللي كاين. ففرجه ممتعه، نتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم في اناقه جديده. بسلام عليكم.